السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. رسائلنا دائماً من قلوبنا لقلوبكم، رسائلنا دائماً ناخذها من المجتمع، ناخذها يعني بشكل تلامس ذواتنا، تلامس فكرنا، تلامس حياتنا، حتى نصنع من حياتنا حياة جميلة، حياة ممتعة، وحياة منجزة بإذن الله، قليلة السلبية وكثيرة الإيجابية، قليلة التحبيط وكثيرة التفاؤل بإذن الله، حتى نصنع هذه الأهداف ونصنع الطموحات ونحقق من حياتنا ونجعل في حياتنا قيمة أساسية نستطيع أن يعني نفرح ونفخر بها بإذن الله. هذه الأجواء الجميلة اللي أنا فيها اليوم تخلي الواحد يستانس، تخلي الواحد يستمتع، تخلي الواحد ينشرح صدره، تخلي الواحد يعني يوخر عنه ضغوطات العمل وضغوطات الحياة بشكل يعني أو بآخر. وهذه الضغوطات دائما تخلي الإنسان أنه يعجز نوعا ما، أو يعني يستسلم نوعا ما للظروف، يستسلم نوعا ما للتحبيط الموجود في حياته أو للضغوطات، فتمنعه أنه يحقق ويواصل مسير نحو الإنجازات والإيجابيات. فدائما غيروا أماكنكم، دائما كسروا الروتين، دائما يعني غيروا جو عشان فعلا تتغير نفسيتكم، يتغير فكركم، تتغير سلوكياتكم، فتحس أنك فعلا في تجديد وتجدد مستمر. الكون كله يتجدد ويستمر ويتطور، كذلك أنت لازم من اليوم تأخذ لك قرار وتجعل في يوم واحد على الأقل بالأسبوع أنك تتغير الروتين، تتغير الحياة. ليش إحنا أيام الأسبوع دائما نلاقي نفسنا إحنا في روتين مستمر، لكن لما يجي عطلة الأسبوع الويكند نلاقي نفسنا مختلفين، نلاقي نفسنا مشاعرنا مختلفة، تفكيرنا يختلف، أداءنا يختلف، وايد أشياء تختلف فينا. ليش؟ لأن في الويكند قاعد تكسر روتين، فلا بد أنك تكسر روتين غير الويكند أيضا عشان تتجدد بشكل مستمر. كثير منا يعني يصنع المعروف، صح؟ يعني شنو أصنع المعروف؟ يعني تسوي لك الخير حق الآخرين، تقدم الخير للآخرين. في بعضنا يسوي الخير للآخرين علشان المدح أو عشان الشهرة أو عشان أني أنا سويت، وفي ناس تقدم هذا الخير لله سبحانه وتعالى. فاعلم أن صناعة المعروف تقي مصارع السوء، تقي المواقف السيئة، تحميك بعد الله سبحانه وتعالى من المواقف السيئة اللي راح تكون في حياتك. وكذلك صناعة المعروف راح ترجع لك بإذن الله يوم من الأيام، وترجع إذا مو لك حق أبنائك أو أبناء أبنائك، ولكن مردها راح ترجع لك. إذا ما كانت في دنياك راح ترجع لك في الآخرة. وهذا الصناعة لابد أن احنا كل يوم نعملها، ولو شيء بسيط، لو تدخل السرور في نفس أخيك، لو أنك ترسم ابتسامة على واحد، لو أنك تساعد واحد في شغلة، أو أنك يعني تمدحه في شغلة معينة، فقط أنك تقدم المعروف للآخرين يجعل منك إنسان إيجابي، ويجعل منك إنسان محب للآخرين ويحبون الآخرين. هذه الصناعة المعروف تعين الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى أنه فعلا تكون حياة سعيدة، حياة إيجابية، حياة فيها متعة، حياة فيها إنجاز. في أحد القصص المعروفة والمشهورة كان هناك فلاح اسكتلندي. هذا الفلاح في اسكتلندا شغله فلاح، جاب الزرعة وجاب مزرعته. فهو كان يوم من الأيام قاعد يشتغل، سمع صوت استغاثة، صوت سمع واحد ساعدوني ساعدوني لحقوا علي. فعلا هذا الفلاح قام يدور يبحث عن الصوت، ولا به يذهب إلى مكان الصوت، وإذا به طفل، هذا الشاب الصغير الطفل غاطس فيه وحل من الطين، فكان يتألم وما يقدر يطلع من هذا الوحل. فصار هذا الفلاح قام يشتغل وقام يجتهد حتى إنه ساعد هذا الطفل من الموت البطيء. لما ساعد الطفل ووداه البيت، دفع على قولتهم، عطاء أكل، يعني طمنه أنه هو بخير وعافية، وإذا بسيارة فاخرة توقف عند البيت، وينزل منها رجل أنيق، رجل جميل، رجل مبين عليه علامات الثراء. فطلع هذا الفلاح إنزين واستقبل هذا الشخص، قال له تظل خير، تقول له أنا أبو الابن اللي أنت نقذته. فسلم الابن، وفعلا الأب فرح أنه نقذ هذا الابن، ولكن الأب الأنيق، أب الغني، قال حق الفلاح، قال له شلون أنا أقدر أساعدك، شلون أنا أقدر يعني أرد لك هذا الجميل. شنو صار؟ خلنا نرجع بعد هذا الفاصل ونقول لكم شنو صار. لو خيروك أنك ترجع في الماضي تصلحه،
أو تروح للمستقبل وتشوف إنجازاتك، أو تعيش اللحظة اللي أنت فيها وتستمتع فيها، إيش راح تختار؟ رجعنا معكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وموضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه قبل لا نطلع الفاصل هو أن الإنسان لابد أنه يقدم المعروف في حياته، لابد أنه يقدم الخير للآخرين، ما يعرف وما يدري متى هذا الخير رح يرجع له، ولكن لابد أنه يرجع لأن الله سبحانه وتعالى كريم. فقصة الشاب الذي انقذه الفلاح، هذا الفلاح اللي سمع صوت استغاثة من مكان مزرعته، ولقى هذا الشاب غاطس في وحل وكان يعني ما قادر أنه ينقذ نفسه، فانقذه هذا الفلاح. لما يعني انقذه وجلسه في البيت، أعطاه ملابس، أعطاه أكل، يعني طمنه بعد هذه الحادثة، وإذا بسيارة فارهة، سيارة كشخة على قولتهم، وينزل منها رجل أنيق مبين عليه علامات الثرى. فلما نزل هذا الشاب، نزل هذا الشخص الرجل، استقبل هذا الفلاح وسلم الابن، قال له هذا ولدي. قال له شلون أرد لك هذا الجميل اللي أنت سويته حق ولدي؟ شلون أسوي، شلون تبي أسوي لك مقابل الخدمة أو الإنقاذ اللي أنت أنقذت فيه ابني؟ فقال الفلاح، قال لا تسوي له ولا شيء، مشكور وما قصرت، أنا عايش والحمد لله. وهم قاعد يسولفون وإذا بابن الفلاح يخرج من الباب، وإذا بنفس العمر الابن الغني. فالأب الغني طالع في الباب وشاف الولد الصغير، قال له هذا منه؟ قال له هذا ابني. قال له خلاص لك مني أني أنا أصرف على هذا الابن وأدخله أحسن مدارس وأدخله أحسن الجامعات على حسابي الخاص. ففرح الفلاح فرح شديد، لأنه فلاح يبقى فلاح ما يقدر يعني يغطي هذه التكاليف. فعلا هذا الابن دخل في أحسن المدارس ودخل في أحسن الجامعات وكبر وتخرج من كلية الطب، فصار ابن يفتخر به الفلاح. هذا الابن، ابن الفلاح الطبيب، اسمه إلكسندر. إلكسندر هذا لما تخرج عرف بالسير إلكسندر فليمنج. هذا الشخص هو من اخترع البنسلين، دواء البنسلين. فيوم من الأيام مر الوقت وإذا بالرجل الغني صاحب اللي أنفق على هذا الطبيب طاح مريض، وبعيد الشر عنكم صار فيه التهاب رئوي. فمن أنقذ هذا الشاب؟ من أنقذ هذا الرجل المريض؟ هذا الشاب اللي أنفق عليه المال وخرجه من أحسن الجامعات اللي هو إلكسندر. فعلا نقذ يعني حياة الرجل الغني. منو كان هذا الرجل الغني؟ هو تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، وهي قصة حقيقية ومعروفة ومسطرة في الكتب، كتب التاريخ. هكذا صناعة المعروف، لما الواحد يقدم المعروف للآخرين راح يرجع له المعروف يوم من الأيام، يرجع له لأبنائه، يرجع له لذاته، يرجع له لحياته، يرجع له على شكل يعني أو بآخر، لأن الله سبحانه وتعالى كريم فلا ينسى المعروف. دائما احنا عندنا مثال سو خير وقطة بحر، لا أنا أقول لك سو خير وانتظر الخير من رب العالمين. سو خير، لا يعني لا تتأخر في فعل الخير ولو كان بسيط، ولو كان رسم ابتسامة، ولو كان كلمة طيبة، ولو كان يعني إدخال سرور في نفس أخيك. مو شرط أنه يكون الخير شيء مادة أو مبلغ تصرفه، بالعكس إذا كان عندك القدرة والإمكانية ليش لا. ولكن إحنا نأتي حق أبسط الأمور، لما تسعد إنسان، لما تسعد إنسان ولما تكون أنت في أضيق وقت وتكون في وقت أنك أنت زعلان، راح ييك واحد وراح يراضيك وراح يونسك مثل ما أنت ونست هذا الإنسان. مثل ما أدخلت عليه سرور راح يدخل عليك السرور، لأن تبادل المعروف موجود، لأن كما تدين تدان، كما تعمل يعمل لك، كما تقدم يقدم لك. ولكن تقديمك ها راح يكون قد يكون المقدم لك أكثر وأهم وأكثر بركة من اللي انت قدمته، لأن من راح يقدم لك؟ رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقدم لك المعروف كلما انت صنعت المعروف. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.